اول ما بدينا على النبي صلينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. صباح الخير يا حبايبنا، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل معاكم طلب مني، حد طلب مني ان انا اعمل محشي كرنب اخضر. ماشي، نحط طبعا دي الخضره المعتاده اللي بنحطها كلنا للمحشي، بس هنعمل السلق دوت، هنعمله صلصه السلق ده هنعملها، مش هنحط قوطه، دي هتبقى الصلصه الخضراء بتاعت الكرنب ان شاء الله. سلقه مرتبتين، سلقه اهو، هنعمل بهم المحشي الكرنب اخضر، مش الكرنب اخضر، لا الصلصه بتاع السوس بتاع الكرنب هو اللي هيبقى اخضر. ادي البصل، هنحط بصل عادي اهو، البصل هنحط بصل عادي تمام زي ما احنا. وادي كرنبه حلوه اهي، محمدقه كده مش كبيره قوي يعني، حلوه اهي، هنعملها وهنعمل جنبها كل النهارده ان شاء الله كده بامر الله الاكل كله اخضر. هنعمل بركه النبي وصلاه النبي كده، وبركه ربنا احسن من كل. هنعمل وراك اهي، مخليه حمام كذاب اهي، جايبينها مخليه هنعملها حمام كذاب، وربنا يسر لنا الحال. اللهم زيد وبارك، اللهم زيد وبارك، واللهم ديمها نعمه وفصل من الزوال يا رب، اللهم ديمها نعمه وفصل من الزوال يا رب، وربنا يسر لنا الحال ويسر لكم الحال. وهنقوم دلوقتي ايه، نعلق على الكرنب نسلقه ونتوكل على الله ونجهز كل حاجه، ومعاكم خطوه بخطوه ان شاء الله. يلا ربنا يصلح حالنا وحالكم. انا رحيم حد يا جماعه، الميه اهي على غليان، دي معلقه ملح ومعلقه كمون اهي في الميه ان شاء الله. وهنحط بقى الكرنبه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، نحطها كده الاول وبعدين ايه نقلبها كده اهي كده، بعدين نقلبها كده ايه وعلى طول ان شاء الله ربنا ييسر لنا الحال ويصلح لنا الحال ويصلح لكم الحال. اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، هارون اخي اجدد به اسر واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، سهل الحال يا رب، سهل الحال يا رب، ويسر كل امر عسير يا رب، سهل الحال يا رب، سهل. بسم الله على طول. فك كلها من بعضها. مش عاجبكم قولوا لنا، اي حاجه انتوا عايزين تعملوها مش كدويتي قولوا لنا برده نعملها. خلصت السلق كده ان شاء الله وارجع لكم تاني ان شاء الله. حطيت معلقه سمنه بلدي يا جماعه اهي، وهنحط زيت لان دي يعتبر ايه الصلصه بتاعت المحشي، نعملها بايه معلقه سمنه بلدي والباقي ايه زيت اهي. هنحمر فيه ايه سلقه الكرنب اهو، وهحمر ده السلق اهو، هحمره ده نعمله صلصه للمحشي اهو. مرة وارجع لكم تاني. اما اللي بيتحط في التحمير ده بيبقى جميلة جدا والله، ده ريحته حلوة.
هنحمر وارجع لكم تاني ان شاء الله. النهايه يا جماعه اهو اللي بتاع السلق، بص اتحمر ازاي. نجيب المعلقه التانيه دي، بسم الله الرحمن الرحيم. اتحمر اهو، ديت هتبقى الصلصه بتاعت المحشي. هدقه في الهون عشان هو كده اتحمص تمام، اخر فلاجة. يلا ربنا يصلح الحال ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي مقطع البصل اهي، بسم الله. البصلة يعني مش هسويها اول، اللي هي ايه تبقى ايه تدبك كده شوية مع التوابل ان شاء الله والملح. هنحط توابل حبة توابل. التوابل دي على فكرة شاملة جميع كل حاجة، ودي شطة عشان كتر عشان الأطفال. هنحط لها كمان تاني حبة زيت اهي تاني اهي، كنت حاطة في الأولاني. نحط التاني، هنسيبها للحال يا رب. ديت الصلصة بتاعت الخضرة بتاعت السلق بتاعت المحشي. قبل كده عملت المحشي خضار بالفراخ وورته لكم، وده محشي برضو تاني جديد هيبقى اخضر، محشي كرنب اخضر، مش الكرنب الاخضر لا، الصلصة خضرة بالسلق، الصلصة خضرة اهي. بص السلق، بص ناشف ازاي، حمصت اهو شايفينه كده. هدقه في الهون اهو، وايه واحطه على على ديت تبقى ايه الصلصه. وربنا المستعان معانا ومعكم ومع الجميع. ربنا يصلح لنا الحال ويصلح لكم الحال. الله، دي طومه بالكزبره الخضراء دقها، حطها مع البصل اقلبها شويه. نقلبها بس شوية في الشمع ونكمل بقى الحاجات والمحتاجات. كده ايه هنحط بقى ايه السلق، دقيته اهو. بص السلق اهو ناعم بقى زي الدقيقة ديت الصلصة الخضراء اهو، واخدين بالكم صلصة المحشي الخضراء. الله على الريحة يا ولد، حاجة يا بنات تجنن الريحة، بس حاجة من الآخر. ايه رأيكم يا بنات بقى؟ رأيك يا بيضة انت وهي؟ حاجة من الآخر، حاجة حلوة تفتح النفس. بسم الله الرحمن الرحيم. دي حبة مية بندوب البتاع اللي في الهون دوت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم صلصة خضراء مفيهاش ريحة القوطة. هنحط بقى الخضرة دلوقتي وبعدين نحط الرز الأول وبعدين الخضرة. الرز ده مغسول اهو
صلصة خضرة. صلصة يا بنات خضرة، محشي أخضر. يلا جربوا يا بنت وهي كده، قولوا له رأيكم، اكتبوا لي في التعليقات جربوا. ماشي، حاجة جديدة. حاجه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. وده الخضره. حاجه صحيه ومغذيه وحاجه حلوه من الاخر. نسيت اخرط دول، معلش وجع في البتاع. حاجات كلها خضر فاخضر، جربوا كل حاجة، نجربها وكل حاجة نعملها وتبقى حلوة. الواحد مش هيجمد قلبه كده ويجرب كل حاجة كده اهو، حاجة حلوة من الآخر اهي. صلصة خضراء اهي، قولوا لي رأيكم ايه بقى، حاجة من الآخر اهي. استنوا كده على انها حاجة خرافة، حاجة من الآخر، حاجة حلوة والله. الله ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده أنا كنت مستعجلة على طول وأنت قاعدة كده. شيلي بس العصاية من هنا كده. بعد كده تروحي ماسكاه كده. تقسمي كده. او ممكن الواحد يكون برضه بيحشي، يمسك برضه ايه يقطع وهو بيحشي برضه. حاجات زي الفل اهي. الله ربنا المستعان، ربنا يصلح لنا الحال وحالكم وحال الجميع يا رب. محشي النهارده للاخر. محشي كرنب اخضر، ما تنسوش اخضر، صلصه خضراء هذه السلقه، نعمله صلصه بالسلقه، حاجه من الاخر، حاجه تحفه. اكمل وارجع لكم تاني ان شاء الله. دي قطايه وبصلايه حاجه يا جماعه اهي، هنعمل بيها اللي هنشحن، هنلخبطها في الرز كده ان شاء الله، اللي هنحشي بيها الحمام الكذاب. حبه رز على دول كده، ودي الخلطه بتاعت الكرنب اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، هنفضيها. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة من الآخر، حاجة تحفة. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقة طرية دي. هنحشي بقى ايه المحشي معاكم ان شاء الله. محشي بالسلق، صلصة السلق الاخضر. حاجة طعمها خرافة، حاجة من الاخر. هنحط حبة عصي الحلة. مسهل الحلة. ربنا يصلح الحال ان شاء الله. حاجة من الاخر يا مسهل الحال يا رب. جربوها يعجبكم. نحط حبة خضر وحبة ايه بالتشكيلة كده. الناس لحنا وحالكم حال جميل. اكل
حسبي الله لا اله الا عليه توكلت ورب العرش العظيم. اقول حسبي الله لا اله الا توكلت ورب العرش العظيم. يا جماعه ما نحشي معكم الحمام الكدبه وبركه النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هشيل دول وهعمل معكم ديت اهي بالطريقه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. سهل الحال يا رب. انا بعمله بالخلله. بسم الله الرحمن الرحيم. الزحلق مسهل سهل يا رب. هي خدت في دوقت شويه بس عشان الجلدات بتزحلق بتاعتها اهي. حشيتهم كلهم كده اهو من هنا ومن هنا كله بالخلل اهو اهو اهو. الحمام الكذاب اهو حاجه من الاخر مع المحشي الاخضر اهو. يلا ربنا يسر لنا الحال وييسر لكم الحال. يلا ربنا يصلح حالنا. دي يا جماعه عملنا شوربه لل البتاع اللي هي البيت الوراك اللي عملناها اهي. طلعها اهي وهنحط فيها الحمام الكذاب بس هنزود ايه المحشي الاول. هنحط حبة ملح كده من على الوش بسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسهل الحال يا رب. المحشي الاخضر ده خلي بالكم كده. نغطيها بقى بالغطا بتاعها اهي بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط ده ايه كده الميه سخنه عشان ايه يلم على طول. عامل زي مثلا ايه الممبار تبقى الميه سخنه تروح مسقطه على طول عشان يلم اهو. يلا كل حاجه خطوه خطوه. نغطي دي بقى تستوي وده هيستوي ان شاء الله. يبقى ناقص بس هنعمل حبه ملوخيه كده على السريع ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي يا جماعه عملنا الاكل معاكم النهارده ان شاء الله. ملوخيه ناشفه اهي وحمام كذاب اهو والمحشي الاخضر اللي عملناه النهارده اللي عملناه بالصوص بتاع السلق او صلصه السلق اهو. محشي اخضر
حاجه من الاخره. بصي كله اخضر فاخضر، مش حاطه له صلصه نهائي، بس خفيف وطعمه تحفه جدا. جربوه، امان عليكم تعملوه وتجربوه، حاجه من الاخر والله، حاجه لذيذه جدا وخفيف، اخف من ابو صلصه، وحاجه جميله. وربنا يصلح حالنا وحالكم، وتفضلوا معانا بألف هنا وشفا للي ياكل، وربنا يديمها نعمه وخاصه من الزوال يا رب.